نجاح الفلاحة والزراعات الاستراتيجية بالبلديات الحدودية لولاية عامة تكلل بعد جهد وتعب من الفلاحين الذين رفعوا التحدي والعينة ببلدية العين بخليل الحدودية. رانا خدمة في الأرض هذه نهار الأول قلبناها بيضة ونقينا منها حجرة، واليوم رانا زرعنا فيها البصلة وراها جايبة خير ربي. زارعين 13 قطار بصلة، تقطع جويها 400 قنطار في القطار 500. راه على مد البصر الحمد لله يا رب العالمين، الناس تعبت وشقات وربي يخلف الشقاء، بصح كي تكون الدوله واقفه معاك دعمك في الاول وفي التالي الانتاج تاعك تخليه يضيع، ياكلوا الزوايا ولا تبدله بالغبار. غياب التسويق والمشاكل التي تتخلله وغياب مراكز التكوين بالاضافه الى غياب سوق للجمله ومراكز للتبريد والتخزين عوامل عديده ترهن استمرار الفلاحين في تطوير الفلاحة بالمنطقة نظراً لفساد وتكدس المنتوج. أيوة رانا نتمنى لعنا تجي الشركة تبيع لنا البصلة. ما عندناش تسويق، احنا هنا ما كانش المارشي. المارشي هنا ما كانش. المارشي كاين المارشي تاع معسكر والاخرين بعيد علينا، احنا ما عندناش اللي يديه. لخطاش اللي ما جاتش سوق الجملة ما عندناش. لا شومبر فرواوين نسطوكو ما عندناش. اللي فات وقتها غادي تضيع تخمج، ياكلوها الزوال ولا نبدلوها بالغبار. يعني المنقذ الوحيد هو الصارفة وفريغو ميديت كما وعدونا الموسم اللي فات، قال لك خدموا رانا هنا. بصح كون جا عندنا الفريغ ولا سوق الجملة ما نضروش. رغم ما توليها الدولة من اهتماماتها في المجال الفلاحي وتطوير المناطق الحدودية، يبقى الفلاحون يتخبطون في مشاكل التسويق وغياب مراكز التبريد والتخزين ليصبح نشاطهم رهينة إيجاد حلول لهذه المشاكل.